يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مجددا في برنامجكم برنامج وسم، حياكم الله وبارك الله لي ولكم في أعمارنا وأعمالنا وأوقاتنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. حياك الله أخوي أبو مطلق، فرصة سعيدة نلتقي معاك. الله يعزك. ونشنف المسامع لأفكارك الجميلة وقصصك والمواقف اللي تختارها، خصوصا أنها مرتبطة في التراث. يعني نشكر لك صراحة جهدك وبحثك، موضوعاتك السرية اللي تطرحها اللي تقرب لنا التراث وتقربنا أيضا إلى التراث وتذكرنا بقيمة ومبادئة ومفاهيمة. الله حياك الله أخوي. الله يحييك يا أبو عبد الله، وشاكر لك صراحة الاهتمام أو لفتة الانتباه للتراث. أي نعم. وحنا والله دائما نقول، أنا صراحة مدمن تراث ومن عشاق التراث، لكن والله ودنا يعني غالبية الناس، أي نعم، سواء الشباب أو الكبار، يكون عندهم يعني جانب ولو بسيط من هالتراث هذا. صحيح. لأن الإنسان سبحان الله حاضر يضيء بالماضي. لما يأخذ الماضي يقدر يعيش حياته. صحيح. طبيعية مستقرة، لأن الماضي مليء بالأمثال، مليء بالقصائد، مليء بالقصص، مليء بالعبر. فحنا اليوم يا أبو عبد الله جينا بقصيدة من قصائد البادية القديمة، واللي أطلق عليها يعني الكثير من الناس والأدباء في ذاك الزمن بشيخة القصيد. ما شاء الله. صراحة وأنا أوافق يعني يسموها بهذا الاسم، لأن قصيدة حظت صراحة على كثير من المعاني وكثير من الأدب وكثير من الأفكار الجميلة صراحة. لكن حنا بنقول الأبيات، وبعدها كالعادة نقف عند الأبيات ونعلق عليها نياك يا أبو عبد الله. هذه القصيدة لمجحم الصقري العنزي، وقيل إنها لولد محمد، فحنا ما ودنا عاد ندخل بالتفاصيل، لكن هي الأكيد إنها للنجدي الصقري العنزي من قبيلة العنزة الكريمة، وكان يذكر فيها هذه الأبيات ويقول: يا الله يا المعبود يا والى الأقدار، سبحان أنت الذي مدات جودك لطيفة، ويا الله يا المطلوب عاون هل الكار، تحل شدات عليهم كليفة. الله. اللي مجالسهم بها بن وبهار، ونجر يصيح للهجافة رجيفة، ومتسارمل للضيف عدلات وبكار، ومفطحات في صحون نظيفة. الله الله. وقطعاننا ما يرتع دمنة الدار، ولا ننزل إلا في الديار المخيفة. والصبر هو مفتاح الفرج عند الأذكار، ومن لا صبر تصبح حياته كسيفة. الله الله. هذا ومع ذلك لك الله لنا كار، عن جارنا ما قيل نخفى الطريفة، نرفع خمالة رفية العش بالغار، ونودع لها النفس القوية ضعيفة. الله. وحنا نسامح زلة الجار لو جار، ونضحك حجاجه بالعلوم اللطيفة، أحد على جاره بختري ونوار، وحد على جاره صفات محيفة. والجار لا بده مقفن عن الجار، وكل بجيرانه يعد الوصيفة. الله. طبعا القصيدة أطول، لكن حنا وقت البرنامج ما يسعفنا نقولها بالكامل. فانتقينا يعني صراحة منها هذه الأبيات الجميلة. وبصراحة يا أبو عبد الله ولا أستغني عن يعني مشاركتك وعن تعليقاتك في هذه الأبيات. هذه القصيدة صراحة لما سميت بشيخة القصيد في رأي الكثيرين صراحة، وأنا منهم صراحة، وجدنا فيها العجب العجب. يعني كيف هذا النجدي العنزي كيف يدعي هذا الدعاء العظيم. أيوة الله. الكبير لمن ما يدعي يعني ل ل ل يعني قضية إسلامية، أو يدعي يعني إحنا ما نقلل من القضية الإسلامية، لكن صح. نقصد أنه ما دعا لشيء يعني معتاد، بل دعا لناس أهل الكرم. الله. أهل الكرم يعني يقول كل مجالسهم بها بن وبهار. الله الله. يعني يا الله يا المعبود يا والى الأقدار، أنت الذي مدات جودك لطيفة. الله. ويا الله المطلوب عاون هل الكار. الله. تحل شدات عليهم كليفة. يا يا يا. كم يجد يعني يا أبو عبد الله كريم من يعني شدة ومن إرهاق في وقته وفي أمواله. هي. وفي يعني ابتسامته لضيوفه. ترى أمر مو سهل أمانة. أي نعم. أمر كبير. صحيح. لا أيوة. والله قصيدة جميلة. أيوة. وحق لها أن تكون شيخة القصيد مثل أيوة ما تفضلت. أيوة. لكن إن شاء الله نتابع الحديث معك أخوي أبو مطلق بعد هذا الفاصل إن شاء الله. يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، نتابع الحديث معكم مع أخوي أبو مطلق بعد الفاصل،
ويعني شوقتنا زياده والله اخوي ابو مطلق لفهم هذه القصيده التي لقبت بشيخه القصيد. اي نعم. حياك الله اخوي. الله يحييك يا ابو عبد الله. فهذا اقول لك النجدي الصقري العنزي. اي نعم. لما كان يقول الابيات هذه كان يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ويسال الله سبحانه وتعالى انه يعين من ما يعين يعني الفقراء والمحتاجين وان كان هم بعد يستحقون ذلك. أي نعم. بل يدعو في هذه القصيده للكرماء اهل المجالس طال عمرك المفتوحه اللي يصبرون على قولتهم كل اصناف المجتمع. أي نعم. تعرف صاحب الديوان يا ابو عبد الله ما يخفى عليك ولا يخفى على اخواننا المشاهدين، الديوان المفتوح طال عمرك يجيب ويلم. نعم. الناس صح. نعم. العاقل والمجنون صح. اي والله. فكيف هالانسان هذا يتحمل الناس ويصبر على اذى الناس؟ كيف يعني يصرف من مخباه مثل ما نقول احنا. نعم. اهل الكويت الابسط القديم من مخباته يدفع اموال طائله. نعم. على القهوة وعلى التمرة وعلى الضيافة وعلى الفرشة الزينة وعلى يعني راحة الضيف وعلى كم يدفع حتى من يعني ضغط نفسي ودوافع معنوية تثقل عليه من ابتسامة من صبر من دمحه للزلة من تغافل من لأن الدنيا ما تنجح بغير هذه الطريقة صح. نعم. فاسترسل هو في الأبيات إلى أن وصل إلى الجار، تكلم حتى عن الجار يعني هذا بعد جانب كبير ولو نتكلم عنه يوميا يا ابو عبد الله. أيوة اعتقد انه ما نعطي حقه يعني. لا والله موضوع يستحق صراحه. أيوة يستحق ان نتكلم فيه بين حين واخر. اي أيوة والله لان موضوع يعني موضوع يستحق طيب. فعلا موضوع طيب. طيب. وانا بعد بعض الابيات هذه المعينه اللي راح اذكرها ودي اسمع رايك يا ابو عبد عن الجار ولعل مذكور حتى في القران والاحاديث. اكيد لا شك. فكان يقول يعني في ابياته يقول نرفى خماله اللي هو الجار، والخمال هذه كلمه كويتيه قديمه. اي نعم. اي الخمال يعني الخطأ أو العيب. أيوة. أو العيب تحديدا يقول فلان مخمل أو مخطي أو مرتكب له يعني خطأ. فيقول نرفع خماله يعني نرفع خماله. نرفع خماله رفية العشب الغار ونودع له النفس القوية ضعيفة. الله يعني إحنا نفوسنا مو ضعيفة لكن إحنا نضعفها من أجل هالجار. صحيح. نصبر على زلته. ها صفط عندي ضايقني طلب مني شغلة معينة من البيت لا سمح الله يعني جاء في تصرف معين نفس القوية هذه أضعفها من أجله لأنه جار. الله هذه قيمة. حتى شوف يا أبو عبد الله الصورة الرهيبة اللي تصورها هذا الشاعر لما قال نرفع خماله رفية العش بالغار. الله يعني شنو يعني أضعف من هذا البيت. يعني هذا البيت ما هو من أسمنت ولا من حديد. أي نعم. عش ها يعني من أقشاش ومن كيف يقول مداريه مثل ما يداري يعني الطير عشه. أي نعم. لأن هذا الشيء يعني ممكن يتبعثر بالرياح ممكن يسقط بأي تصرف بسيط فيقول حنا نداريه مدارات يعني الطير للعش بالغار. الله الله. هذه كلها صراحة مراعاة الجار. يعني حتى ايش قال بعدين أبو عبد الله؟ قال وحنا نسامح زلة الجار لو جار. والله. حنا نسامح زلة الجار لو جار. جارك يا أخي قد يكون يقع منه بعض الإزعاج أو بعض السلوكيات الغير يعني مستحسنة لكن مع ذلك نصبر عليه. أي نعم. ونضحك إحجاجه. بل علوم اللطيفة. الله. يعني لا جانا سير علينا ها قمنا نعطيه السوالف الحلوة اللي توسع صدره توسع خاطره يعني تخليه ينبهج ويرتاح هذا حق يعني الجار علينا يا أبو عبد الله. وأظن يا أبو عبد الله الجار في 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 يعني اهتماماتك ومعلوماتك ومعرفتك أكيد لها يعني. والله والله أخوي أبو مطلق أول شيء أنا أشكرك على اختيار القصيدة الجميلة هذه ويا ليت إن إحنا يعني مثل هالقصائد هي اللي تنشد وهي اللي نسمعها يترنم فيها أبنائنا وعيالنا لأن فيها معنيين. المعنى الأول لغتها الشعبية الحلوة اللي فيها مفردات اليوم بعضها يمكن اندثر وبالإضافة إلى المعنى الراقي اللي قاعد تكلم عنه هو موضوع الكرم موضوع الجار موضوع لطف الله سبحانه وتعالى اللي استهل فيه الله. الكلام موضوع التسامح تسامح عن الجار حتى لو جار يعني إذا قول أحد الشعراء مرة إذا أدمت قوارصكم فؤادي صبرت على أذاكم وانطويت وجئت إليكم طلق المحيا كأني ما سمعت وما رأيت. زين يعني هذه الأخلاق السمحة أخلاق التسامح والاحترام وبالذات مع الجار. وبعدين أنا أفهم من القصيدة إن كأن يعني أنا ما أدري طبعا توقيتها كان متى يعني في أي زمن بس أتوقع أنها قديمة طبعا. نعم قديمة صحيح. فيبدو أن الجيران في السابق معتادين على الزيارة أنهم يتزاورون يعني وهذه إحدى العادات اللي شوي فقدناها بين الجيران اليوم. الله. إذا يعني هم تلاحظ الملاحظة. نعم شيء والله ملحوظ يا أبو عبد الله. أي نعم. أصبحت في حواجز فعلا. أي نعم. فحنا والله يا أبو عبد الله فعلا يعني مهما تكلمنا مثل ما قلت وأنت دائما ما تقول الصح يا أبو عبد الله. الله يرضى عليك. مهما تكلمنا ومهما والله يعني حثينا إخواننا المشاهدين وحنا نحث أنفسنا قبل أن نحثهم على هالمكارم صحيح. هذه. صحيح.
والله نظل مقصرين يعني في هذا الجانب. يعني الجار يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعود الجار إلى مكانته الطبيعية. أي والله هذا نتمنى. الله يبارك فيك أخوي أبو مطلق، مشكور على هذا الاختيار العذب صراحة. الله يعزك. إن شاء الله نلتقي معاك أخوي أبو مطلق وعزيز المشاهد في حلقات لاحقة، والسلام عليكم.